الولد طلع على الغابة بسرعة بسرعة، هو لأنه ساكن في الريف، منطقتهم كلها شجر مليانة بيوت وصخور وحجار. والولد كتير زعلان، بدور على الكلب على الضفدع وبينادي: ضفدع ضفدع وينك وينك؟ الولد بعد عن الكوخ اللي ساكن فيه والمدخن اللي عليه اللي عم تطلع دخان، تركه وطلع بسرعة من غير ما يحكي لأهله. الولد الكلب بتطلع على النحل، ما عم بدور على الضفدع. خسارة، الولد لحاله بدور والكلب مش منتبه، بضل بتطلع على النحل.